إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مكان الحادثة. متابعينا الكرام، فبالضبط وقعت الحادثة بجماعة الحيروطة، فشاهد عيان كان حاضر لحظة وقوع الحادثة. متابعينا الكرام، غادي يحكي لنا شنو وقع بالضبط وكيفاش شاف المنظر والحادثة، أطوار الحادثة كاملة. متابعينا الكرام، بقوا معنا في هذا البث المباشر. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت كنتي حاضر لحظه؟ نعم كنت حاضر يعني في الضربه، يعني جاي من كازا، جاي طالع للدار هنايا، حتى كنسمع ضربه، يعني جوج ضربات. كانت المرسيدي جي في اتجاه ديال جمعه من الليله، غادي في اتجاه ديال بن سليمان والصخيرات، وكاين جوج طوموبيلات اخرين غاديين من في اتجاه ديال كازا وغاديين من الليله، يعني العكس الاتجاه المعاكس. خويا اللي سمعت هو انه شي طوموبيل مول المرسيدس عطى الفار، يعني عطى الضوء مجهد للطوموبيلات اللي جايين، ومع الفيراج هنا ما شافش ذاك الفيراج، يعني مشى في اتجاه ديال الطوموبيل الاولى، ضرب الطوموبيل الاولى وضرب الطوموبيل الثانيه. غير المهم الناس اللي مضروبين، كاين واحد اللي مضروب ضربه خايبه، يعني تقريبا نص ساعه وحنا غير تنخرجوا فيه، كانوا الناس ديال هنايا مع الضربه كانوا تجمعوا الدراري ديال هنايا، يعني شي نص ساعه باش خرجنا، يعني كان الطوموبيل لصقات كما شفتي في فيديو، راه الطوموبيل لصقات وكانت تعطل في الصاله، الوقائع المدنيه كانت تعطلات، هما والجندار معيطنا هما اللي جاو لقاو السيد خرجناه، فهمتيني؟ خرجناه خو واحد اللي مهرس من يديه ومن رجليه والتنفس ديالو ضعيف، يعني تا جاو عاد داروا ليه الاكسجين اما الاخرين خرجناهم، خرجناهم كل واحد يعني طايحين في الارض، فهمتيني؟ ما كاينش وفاه؟ الوفاه لا، الوفاه ما كايناش، قلت لك غير واحد اللي كان مضروب ضربه قاصحه، يعني تقريبا شي نص ساعه، راه كاين اللي جاب فاس، كاين اللي جاب بينسات باش حلينا البلافو ديال المرسيدس هو تحل، كاين اللي سرح الطريق، يعني كلشي الصراحه كلشي تعاون هنايا، كاع الناس ديال المنطقه ديال دوار عوان الصراحه كلهم تعاونوا هنايا، كلهم يعني داروا الخدمه، يعني خدمه كبيره داروا الصراحه، خدمه كبيره من لا من الطريق لا من عتقوا الناس هنايا لا من كلشي. نعم ماشي مشكل. متابعينا الكرام، ثاني شخص كان حاضر على الواقعه غادي يحكي لنا اشنو وقع بالضبط حتى هو واشنو شاف بالضبط. قوم معنا في هذا البث المباشر. السلام عليكم. بلاتي خويا، بلاتي بلاتي عفاك بلاتي. السلام عليكم خويا. راه كنا مرايحين في الدار، كنت انايا والعائله مرايحين، تسمعنا جوج ضربات، ضربات واحد الصوت مجهد بزاف، ياك تخلعنا هو الثاني كنجري، لقيت جوج كسيدات واعرين، واحدة داخلة في الأخرى، واحدة داخلة في الأخرى، واحدة بحال هكا جاية، كانوا جوج جايين من هنايا الطريق من الليلة، ومرسيدس من هنايا جاي غدا لبن سليمان، جاية وحدين جايين بجاد بحال جايين بجاد، واحد بحال هكا جا بغا يدخل فيه، هرب عليه من لها دخل النص بحال هكا دخل فيه في النص، ياك مشى لهنايا الأخرى جاية بجاد دخلت فيه. دخلت في خويا ولكن راه حالات، واحد السيد راه مسكين رجلو مهرسه الله يشافيه، وشي وحدين راه في حاله خايبه، يعني كلاو شويه راه كلاو. ما كاينش حاله وفاه؟ لا كايناش. انت حضرتي الحادثه من الاول؟ من الاول. كانت واحد الصدام قوي؟ كان واحد الصدام مشاق واعر بزاف، كاين جات الاسعاف جات معطله شويه، حتى الناس ديال الدوار هنايا كلشي خرجوا الناس، خرجوا اللي مضروبين، عاد باش جاو معايا. بالنسبه للاسعاف ما تعطلوش بزاف صراحه، تقال ان الاسعاف ما تعطلوش بزاف، فهمتيني؟ ما تعطلوش. هادشي اللي كاين اخويا راه، وانت تشوف الطوموبيلات كاع. إذا كما شاهدتم معنا في البث المباشر مباشرة من الطريق الرابطة بين جماعة ولاد حيلوطة في اتجاه الكارا، كذلك في اتجاه طوالع. إذا كما شاهدتم معنا التصريح ديال هاد جوج شهود عيان كانوا حاضرين في مكان الحادثة، فالحمد لله ما كاينش وفيات،
فقط اصابات متفاوته الى خطيره حد ما متابعينا الكرام. اذا كنتم معنا في بث مباشر مباشره من جماعه ولد حيلوطه اقليم بن سليمان.